نذهب مباشرة عبر الهاتف من القاهرة السفير حسام زكي لأمين العام المساعد للدول جامعة الدول العربية. سعادة السفير، مرحبا بكم معنا في التاسعة هذا المساء. هل يمكن القول بأن الصفحة السابقة طويت مع دمشق؟ هل نحن أمام صفحة جديدة أم هناك شروطا ينتظر تطبيقها؟ من الواضح أن الدول العربية اليوم أخذت قرارا بأن تبدأ العلاقة مع سوريا مرحلة جديدة تختلف شكلا وربما أيضا موضوعا عن المرحلة التي سبقت والتي كانت مدتها حوالي 12 عام. وبطبيعة الحال كل مرحلة لها لها يعني خصائصها ولها عناصرها ولها الأسس التي تقوم عليها. الوضع في 12 عام كان مرتبط بالأوضاع الميدانية في سوريا، الآن هناك وضع جديد تطلب موقفا جديدا، والدول الآن وصلت إلى خلاصة مفادها أن استعادة سوريا إلى الجامعة وإعادة سوريا إلى أنشطة الجامعة هو ربما أفضل للمصلحة السورية والعربية معا. سعادة السفير، وبالتالي نعم، مفهوم بأنه خطوة مقابل خطوة، لكن هل من سقف زمني لتطبيق الشروط؟ وبالتالي أيضا من يضع آلية المراقبة لتطبيق هذه الشروط؟ يعني شوفي حضرتك، المسائل الخاصة بإطار زمني وآلية مراقبة هي مسائل يعني ممكن أنها تنطبق على تواجد على الأرض في نزاعات من نوع آخر، ولكن نحن هنا بصدد موضوع أساسا الآن أصبح موضوعا سياسيا، وفي بعض الأمور التي تحدثت فيها دول يعني معنية حتى أكثر من غيرها لأنها دول جوار مباشر مع سوريا ولديها مصالح مشتركة. الكل يريد أن يحقق مصلحة في هذا الأمر، والكل يعتقد أن المصلحة تبدأ بمصلحة يعني سوريا باعتبارها يعني دولة جزء من النظام العربي وعادت الآن إلى الجامعة العربية والدول المحيطة والتي تأثرت تأثرا كبيرا بالوضع الذي كان قائما على مدار العقد الماضي. فبالتالي مسألة الإطار الزمني هنا لم تكن مطروحة، وبالتالي هي ليست منعكسة في القرار الذي وزعناه على الإعلام وموجود أمام حضراتكم. سعادة السفير، اليوم وقد عادت سوريا لمقعدها إلى جامعة الدول العربية، يعني حكما بأن الرئيس السوري بشار الأسد سيحضر القمم العربية المقبلة؟ نعم، ستوجه له الدعوة لأنه القرار يعتبر أنه العودة من تاريخ اليوم، وبالتالي ستوجه له الدعوة وتوجه لسوريا الدعوة على مستويات أخرى الوزارية وغيره. فبالتالي طبيعي أنه إذا رأى الرئيس السوري أن يحضر فهو سوف يحضر، وهذا أمر طبعا يعني قرار لكل دولة ولكل رئيس دولة. سعادة السفير، الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط يقول بأن قرار إعادة سوريا للجامعة العربية لا يعني إعادة الدول العربية لعلاقاتها مع سوريا وأنه قرار سيادي. هل حضور الرئيس السوري بشار الأسد إن تم فعلا في القمة العربية المقبلة سيكسر الجليد مع هذه الدول؟ بطبيعة الحال هناك يعني نقم تحقق وزاد بشكل كبير من بعد يعني مأساة الزلزال التي حدثت في مطلع شهر فبراير، ونتج عن ذلك عدد من اللقاءات والزيارات مع عدد من الدول، ومن الممكن جدا أن نرى مزيدا من التطبيع الثنائي. لكن بس للتوضيح، هو إجابة الأمين العام كان الهدف منها تبيان أن هناك فصل ما بين المسارات الثنائية الخاصة بكل دولة مع سوريا والمسار المتعدد. اليوم المسار المتعدد يعني
في إطار النظام العربي الكل يعني توافق على فكرة أنه العودة لسوريا لكي تشغل المقعد هو أفضل من غيابها عن المقعد في كل الفترة السابقة. نعم سعادة السفير، ملف اللاجئين أحد المعضلات الرئيسية، وكان دائما الحديث بأنه يجب الحوار أقل فيما يتعلق لحلحلة ملف الإنساني وخصوصا اللاجئين. هل حصلتم على ضمانات، وهل ستقدم سوريا ضمانات لعودة آمنة للاجئين وحتى في المناطق التي حصل فيها تغيير ديموغرافي بحكم الحرب في سوريا؟ شوفي حضرتك، هذا الملف يعني واضح أنه ملف يحظى باهتمام كبير جدا، بالذات من جانب الدول الأكثر استقبالا للاجئين، ونعني بها هنا لبنان والأردن والعراق أيضا، ولكن لبنان والأردن بشكل كبير لأنه في تأثير مباشر على الأوضاع المعيشية وفي تأثر بكل الحالة الاقتصادية. طبيعي أن هذا الملف هو ملف في غاية الأهمية بالنسبة للكثيرين، وأيضا بالنسبة أتصور بالنسبة للسوريين نفسهم، يعني الشعب والمدنيين الذين يرغب منهم من يرغب في أن يعود، وكما تنص الاتفاقيات الدولية واتفاقيات اللاجئين على العودة الطوعية للاجئين والكريمة أيضا. فطبعا هذا المسار واضح أنه سوف يكون مسار حديث وأحاديث مطولة مع الجانب السوري، وفهمنا من كل الإخوة ممثلي الدول الذين شاركوا في اجتماع عمان واجتماع جدة من قبله أنه هذا الملف قضي باهتمام كبير مع ملفات أخرى طبعا، ولكن هذا الملف كان يعني يشكل أهمية خاصة، ونعتقد أنه اللجنة التي تم تشكيلها سوف تولي له الأهمية التي يستحقها. نحن نشكركم جزيل الشكر. من القاهرة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، كنت معنا عبر الهاتف. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.